سابق لشباب العراق الشفيق والصحفية ومع بعض أعضاء وفاعلين كذلك أعضاء تحمل المسؤولية في إدارة وتسيير شباب العراق مكتب المسؤول لشباب العراق مباشرة. تحية للجمهور الرياضي النبيل داخل مدينة العرائش وخارجها. يعيش أسوأ أيامه منذ تاريخ تأسيسه سنة 1958 وبات على حافة الاندثار والتنحي من بطولة القسم الوطني الأول هواة شطر الشمال بسبب عوامل عدة نوجزها فيما يلي. أولا الإضرابات والاحتجاجات التي خاضها اللاعبون طيلة السنة بسبب تملص مسير فريق من أداء أجورهم ومستحقاتهم المالية رغم النداءات وكثرة الاحتجاجات المتتالية سواء مع الرئيس الفعلي أو الشرفي للفريق، إلا أنها ظلت وعود واهية وأدت إلى تسريح 17 لاعب خلال الدور الأول أو ما يعرف بالميركادو الصيفي من الإقصائيات وتعويضهم ب 11 لاعب جدد خلال الانتقالات الشتوية، أي أنه تم انتداب 28 لاعب خلال هذه السنة وهو أمر هين لم يعرفوا أي فريق باش انتدب 28 لاعب داخل سنة. هذه مسألة ما صعيبة بزاف. ثانيا رغم أن مالية الفريق حوتاني ما كتقبلش باش تجيب 28 لاعب داخل السنة الرياضية، كذلك واحد المشكل أكبر هو أن هاد اللاعبين اللي كيجيو للعرايش كلهم كيوقعوا على المنحة ديال التوقيع اللي كتوصل 40,000 درهم وكذلك الأجرة ديالو اللي كتوصل 4,000 درهم، ناهيك على أن هذه المنح أو هذه الأجور ما كياخدها حتى شي لاعب. ف17 لاعب اللي تم التسريح ديالهم في الميركادو الصيفي أو الدور الأول كلهم مشاو بدون أجر وبدون المستحق ديالو. بلي هاد اللاعبين كذلك ال11 اللي هما جاو تاهما ما داو حتى شي مبلغ ديالهم الى يومنا هذا، وحنا شفنا اضرابات وشفنا احتجاجات وشفنا مجموعه تدخلات وشفنا الأسوأ اللي عاشوا فريق شباب العرائش. ثانيا العامل الثاني هو فتح عده ملفات امام القضاء، والسبب المباشر فيها هو رئيس الفريق ومن معه الذين وبسبب عدم فهمهم وغياب اللجنه القانونيه ديال الفريق اخترقوا أو تعمدوا خرق مجموعة من الأخطاء قانونية قاتلة تسببوا في لجوء عدة أطراف إلى القضاء قصد إنصافهم، ومنهم ما يلي: أولا الملف ديال السيد عبد القادر أخريف اللي تقدم بواحد الطلب إلى المكتب النادي كيطالب فيه رقم الحساب قصد تسوية أو وضع مبلغ انخراط، فكان الرد سريعا في اليوم الموالي تلقى بالبريد المضمور قرار تشطيب عليه نهائيا من المكتب، وأن هذا فيه خرق سافر للمادة 12 من القانون الأساسي للفريق وكذلك خرق سافر لمقتضيات القانون 039 القانون الرياضي. كذلك اضطرنا باش نناقشوا على أن هذا الوضع ديال التشطيب عنده إجراءات قانونية واللي كنص عليها قلت أنا فصل 12 من القانون الأساسي للفريق اللي نصت صراحة على أنه لا يتخذ قرار تشطيب إلا من لدن الجمع العام وبعد استدعاء المعني بالأمر لتقديم توضيحاته. وهنا تقدمنا بتاريخ 30/8/2018 بدعوى أمام محكمة. كتجي الباب الثاني أو الملف الثاني هو نفس الشيء بالنسبة لنائب الكاتب العام السيد محمد البهلي الذي تقدم بطلب استقالة من عضوية المكتب بتاريخ 2/3/2018، إلا أن المكتب خرق القانون الأساسي للفريق كما خرق قانون 039 ولم يتم استدعاؤه وبت في استقالته بتاريخ سابق عن طلبه. هنا اضطرينا كذلك باش نقدموا واحد دعوة مدنية أمام المحكمة الابتدائية باش نصف السي محمد البيهلي. كذلك بالنسبة لنفس الشيء اللي وقع لي أنا شخصيا في الطلب ديالي اللي تقدمت به نهار 20/2/2018 ما استدعوني ما اتخذوا إجراءات قانونية، اضطريت باش ندير دعوة أمام المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش. وما معلوم أن سبب هذه الملفات هو المكتب المسير وليس الأعضاء المتظلمين على قراراتهم لا قانونية. هنا كنقول أن اللي خلق هذه الملفات القضائية هو المكتب المسير وعدم مبالاته وعدم قانونيته وعدم معرفته بالقانون، والأكثر من ذلك أن كانت في المكتب أزمة قانونية. أغلب الناس اللي هم موجودين في المكتب وكنقولها وبكل جرأة الناس ماشي قانونيين وما كيعرفش القانون، كيتخذوا مجموعة الإجراءات وكيفتحوا ملفات وكيدعوا في آخر المطاف أن الأستاذ التونسي كيدعيهم وأن السي محمد البهلي كيدعيهم السي عبد القادر كيدعيهم أن هناك دعاوي. شكون اللي خلق الدعاوي؟ أنتم اللي خلقتوها. أما الملفات المعروفة بتحديد الأتعاب واللي دار الضجة
والتي روج رئيس الفريق ومن معه بأنني سحبت من مبالغ المالية ديالي وحجزت الحساب البنكي. أنا كنقول الجمهور الرياضي إلى يومنا هذا ما ديت حتى سي سنتيم من 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 الميزانية ديال الفريق شباب العرائش، ما ديت حتى سي سنتيم إلى يومنا هذا، باقي كنعاودها. والحساب البنكي اللي كيقول أنا حجزته، أنا حجزت الحساب البنكي ودخلت مجموعة الفعاليات في المدينة ومنهم جمعية المحبين ومنهم كذلك الجمعية ديال الصلح اللي كان كيترأسها السي لقروشة والسي رازين والسي عبد السلام، وكذلك كانوا فيها بعض الصحافة. هنا قالوا لي الله يخليك راه ما يمكنش تمس من الميزانية أو الفلوس ديال فريق شباب العرائش، وما يمكنش أنك أنت تصبح غدا ولا بعدو أمام الجمهور غرقتي الفريق، إذا خصك توقف ما تمشيش تقيس الفلوس ديال الفريق. استجابة الرغبة لهاد الناس وقفت أنا، ما قيست فرانك، ما ديت حتى شي سنتيم، وخليتهم يديو المناح ديال اللاعبين، وللأسف الشديد أنا كان الشرط ديالي هو يخلصوا اللاعبين والأطور التقنية. للأسف الشديد المناح كلها شبروها من نهار اللي بدأت البطولة إلى يومنا هذا، واللاعبين كلهم ما تخلصوش وكلهم كيحتجوا وكلهم كيديروا إضرابات وكلهم غارقين في الويل مع هذا المكسب. كذلك باش نبين للجمهور الرياضي أنا ما عنديش مشكل مع فريق شباب العرائش أو ضد فريق شباب العرائش. فين مشيت حجزت؟ مشيت حجزت الحويجات ديال رئيس فريق شخصيا، الدار ديالو، ما مشيتش نحجز الكار ديال الفريق أو المعدات الفريق أو الحساب الفريق، مشيت حجزت له الحويجات ديالو. غير كنبهو كنقول له أنت راك داير أخطاء مع ناس متعددين، فأنا كنعطيك واحد الإنذار، إما تسوي الوضعية ديالك مع الناس، وإما ضبط الميزانية اللي كتدخل لك، وإما تكون النتائج ماشي هي هذيك. كذلك كنعطي الجمهور الرياضي أن دخلت عدة جمعيات واقترحوا صلح. طرحت لهم أنا في الأول أول أمر قلت لهم شوفوا أنا ما عنديش مشكل مع فريق شباب العرائش، أنا قادر دابا نتنازل على جميع المستحقات والفلوس اللي كنسال، بشرط تمشيو عندهم ويتنازلوا تاهما على جميع المستحقات كلها لفائدة فريق شباب العرائش باش ما يطيحش الفريق وما يدعش الفريق. قالوا لي عطينا مهلة، عطيتهم مهلة مشاو ناقشوا معاهم، قالوا لهم راه السيد كيتنازل على جميع المبالغ ديالو مقابل خصكم تنتوما تنازلوا. قالوا له حنا ما نتنازلوش وما يمكنناش لان كنسالوا الى غير ذلك. جاو عندي ردوا عليا، قلت لهم عندي اقتراح ثاني، سيروا عندهم قولوا لهم انا كنتنازل على نص المبلغ مقابل حتى هما يتنازلوا على نص المبلغ ويستقلوا. مشاو ردوا عليهم راه السيد كيتنازل على النص، انتوما خصكم تنازلوا وتمشوا بحالكم، ما بغاوش هذا الاقتراح. جا الاقتراح الثاني ديال اللجنه ديال الصلح، وكانوا فيها ناس فاعلين، واحد غيور على المدينه جاب 40 مليون قال انا قادر نقاد الفرقه، كان باقي الوقت قادر نقاد الفرقه، جبت 40 مليون الله يخليكم، الشرط خصني ما يبقاش ذاك الرئيس لان راه ما فيش الثقه وعندي ملف ديالو ماشي هو هذاك، خصني ندخل. قالوا له مرحبا بك دخل وحطنا 40 مليون وحنا غنسيروا. قال لهم لا انا امشي بحالي، يعني قدمنا جميع الحلول قصد انقاذ فريق شباب العرائش من الويلات اللي حصل فيها الان، ولكن التعنت ديال المكتب وعلى راسهم رئيس الفريق وراس الحربه اللي كنسميه علي الحداد مول الخزين اللي هو كيسير الفريق من الوراء او ما وراء السيسار، لان عندنا جوج رؤساء حنا في فريق شباب العرائش. شكون اللي عندنا؟ عندنا حسن الحيسوني هو كنسميه انا رئيس شرفي، ولكن الرئيس الفعلي او المدبر الميزانيه والميركادو الى غير ذلك هو علي الحداد. فعلي الحداد نعطيكم واحد المثال في الميزانيه ديال الفريق، جميع المنح اللي كتدخل الفرق، ودي نقول للجمهور الرياضي واللي هي خطيره، شكون اللي كيمشي يسحبها؟ كيسحبها رئيس الفريق حسن الحيسوني، وكيوقع معاه اما امين المال عبد السلام جلالي او النائب ديالو الحمدي او المعروف القصري. اش كيديروا؟ كيشدوا هذوك الفلوس كيجي معاه في واحد الميكا ولا خنشه كيدوها مباشره للخزين، في الخزين كتكون المال العام كيدخل للخزين وكيجبدوها ليكيد هالخطير نصبك، وكانت كتجي عن طريق مبررات اللي هي معروفه، مي كتدخل كيبقاو يوزعوها واللعابه كيبقاو يسعاو ويدوروا في الشارع خصنا فلوسنا خصنا، حتى كيوزعوها ويدوا المبالغ ديالهم، واللي بقى كنسميه الفراتات كيعطيوها للاعب. اذا امام هذا الوضع المالي المتردي وكل شيء، ونزيدكم نقطة أخرى، رأس الحربة اللي كنسميه علي الحداد داير واحد المطعم ديال الدجاج قدام الخزين ديالو، وكيدير واحد الفخدة أو جنيح أو شوية الروز كيحسبوا لهم ب 60 درهم البلاطو غدا
و60 درهم عشاء والفطور الى غير ذلك. بمعنى ما كاينش في العالم جنيح ديال الدجاج والروز ب60 درهم تمشي نيويورك، راه 20 درهم هي هذيك. هو كيحسب وكيفتح هذا المطعم البدايه ديال الرياضه وكيبلجوا في البدايه ديال الموسم الرياضي، بمعنى مجموعه الخروقات كيدير وكل منحه كيدي هو الاول نصيب الاسد منا هو الاول. كنقول لي رول في البونكير كلها كت دائما علي حداد هو الاول، دائما علي حداد كيدي النصيب ديالو. اذا انا كنسمي المنح ديال فريق شباب العرائش هي وزيعه ما بين اطراف، واللاعبين كلهم ضروا من جراء المنح ديالهم ما توصلوش بها، وهذه هي النكسه اللي خلت اللاعبين كيموتوا في الجوع وخرجوا على المدينه ما كيسالوش وخلوا الفريق يهوم ويهول الى ان وصلنا لهذه النتيجه الكارثيه. كذلك عنذكر الجمهور الرياضي الحجز على الحسابات اللي كيقولوا انا حاجز على الحسابات وما خليتش فلوس دوز البنكه. كنأكد مجددا بان الجميع، انا كنت بغيت ندير الفلوس كنت عنديهم في المنحه الاولى، وراه هي معروفه في القانون الرياضي، ندي الاحكام ديالي للجامعه الملكيه لكره القدم ونحطهم لها وتقطع لي من المنبع تعطيني فلوسي. انا ما بغيتش ندير هذه المساله لان نزلت عند الرغبه ديال واحد مجموعه الناس باش ما يمكنش ان الفريق نقيسو او نضيعو وفي اخر مطاف نولي انا هو السبب المباشر في نزول هذا الفريق. فتحت لهم الباب، خليت المنحه تدخل الى يومنا هذا. انا ما قست منحه، باقي كنقول ما قست منحه، واللي كيقول انا قست شي منحه هالي كومونتير يطلعوا ونجاوبوا بالاوراق اللي هي عندي وما نبخل على الجمهور الرياضي حتى شي حاجه. نزيد كذلك كنقول ان العبث في التسيير المالي ديال الفريق هو اللي هو بالفريق الى ادنى المرتبات، لان بدينا في الموسم الرياضي برتبه 11، بقينا في رتبه 11 ولينا في رتبه 12 ولينا في 13، سكننا في رتبه 14، هودنا ل 15 ماشي عسكنا يعني سقفنا اخرها، هودنا شهر داك الرتبه 16 وما قدرناش نتزعزعوا وعاد النتائج السلبيه، واخرها هي النكسه ديال هذا الاسبوع اللي فاتت، يعني كانت مقابله كارثيه مشبوهه. علاش؟ لان هزيمه داخل البلاد وحنا محتاجين في ثلاثه النقاط، وقبل منا وقبل منا والتحليل غادي نرجعوا له. كذلك كنقول ان الاستهتار بالمال ديال الفريق والرمز ديالو اللي هو حسن الحيسوني رئيس الفريق كيكري داخل السنه سياره ديال الكرا ب 30 الف فرنك في النهار، وما مجموعه 9000 درهم في الشهر زائد المازوت زائد هذا كله على حساب الفريق، تقريبا 10000 درهم في الشهر. الميزانيه ديال الفريق ما قدرش تعطي 10000 درهم في السياره، ناهيك على انه بالنسبه للفريق الخلل الاداري كنناقشوا المال راه كارثه. دابا الخلل الاداري، تصور معايا ان الفريق عنده جوج ديال امناء المال، عبد السلام الجلالي والمعروف القصري امناء المال. كننتقلوا كذلك عاوت المرحله الثانيه كنجبروا في بعض الحسابات عبد السلام الجلالي نائب امين المال والقصري نائب امين المال، جوج نواب امين المال، عنده جوج ناطقين رسميين باسمه، عنده جوج مديرين اداريين، عنده جوج رؤساء، واحد فعلي واحد شكلي، علي الحداد هو الرئيس الحقيقي والرئيس الشكلي هو حسن الحيسوني، عنده ثلاثة الحسابات البنكية، عنده عدة قضايا مطروحة أمام المحاكم، عنده عدة ديون عالقة على عاتقه، عنده جميع اللاعبين كذلك لم يستوفوا أجورهم ومستحقاتهم، أصحاب كلاء المنازل ديال الفريق حتى واحد ما خدا شي فرنك ديالو، سائق الحافلة رشيد اللي ضيعوه في واحد مجموعة المبالغ ديالو، المدير الإداري اللي هي الشعاد إله حتى هو ضيعوه في المبالغ ديالو إلى يومنا هذا باقي ما خلصوش، وهي الطمة الكبرى. وصدق اللاعب يوسف الطانيني بن صالح المعروف الطانيني مي قال في إحدى الاحتجاجات ديالو والإضرابات ديالو حنا كيعطيونا بيضة وكاس داتاي وكيقولوا لنا لعبوا وجيبوا انتصارات، هذا شعار غادي يبقى دائما لاصق في ظهر ديال شباب العرائش اللي كيضيع اللاعبين واللي كيدي لهم فلوسهم واللي ما كيعطيهمش المستحقات ديالهم واللي ما كيعتنيش بهم. نزيد نقول بان المنحه ديال الرياضيه اللي كتدخل فريق شباب العرائش سنويا كتدخل له ما يناهز على 160 مليون، 30 مليون في كل شطر ديال الجامعه داخل السنه 90 مليون، زيد عليها الجهه والمجلس الاقليمي والبلديه واحد المجموعه من الجهات، ناهيك على ان الشركات هاد السنه عطاتهم 6 مليون والجوده معمل ديال الحليب جوده عطاهم 2 مليون، وهناك جهات كتعطي. تصور انت عندي 160 مليون
وربحنا أربعة المقابلات هذه السنة هي اللي تربحت. نفرضوا أن هذه أربعة المقابلات عطينا بريم ديال الرباح للعابة 5000 درهم، يعني 10 مليون. 160 نقصوا منا 10 مليون، راه كتبقى 150 مليون، و 150 مليون فين مشات؟ إذن دائما مأزمين، دائما عليهم ديون، دائما أزلوا لنا الفريق إلى المصيبة الكحلة. هنا كنقول على أن المسيرين ديال الفريق شباب العرائش وعلى رأسهم علي الحداد وعمر الحداد وحسن الحيسوني واللي معاهم كانوا كيغلبوا المصلحة الشخصية ديالهم على المصلحة ديال الفريق، وما كيهمهمش الفريق، كيهمهم هما نفسهم، وبقاو بهذه السياسة المعكسة والرأس القاصح ديالهم حتى هبواو بالفريق إلى أدنى المستويات. كذلك كنقول بأنهم نظرا لهاد المشاكل المالية والإدارية اللي داروا ما قدروش هاد العام يديروا ما يسمى بالجم العام السنوي. علاش ما قدروش؟ لأن خافوا من التقرير المالي اللي عندهم ما مضبوطش. لو كان عندهم تقرير مالي مضبوط كانوا يخرجوا لنا بواحد الجم العام باش تفضح فيه الأمور وتبان الأمور. هاد الناس ما كيخدموش الشفافية والوضوح، ما كيخدموش وكيطرقوا على أي يد بغات تمد يد المساعده للفريق. جا السيد باش يخدم 40 مليون باش ينقذ الفريق جراو عليه، جات جمعيه المحبين اللي كيقولوا هي السبب اللي هي بقات هزت ثقل الى يومنا هذا بالشعارات ديالها بالبيانات ديالها اللي صدرت ضد هذا الوضع، كيقولوا حق السبب ديالنا هي جمعيه المحبين. فين جمعيه المحبين كانت كدير الفلوس؟ جمعيه المحبين دارت الانتدابات الشتويه ولا الصيفيه؟ جمعيه المحبين كانت كتسير؟ جمعيه المحبين كانت كتسافر؟ ما تخبعوش المكتب السياسي او المكتب الرياضي ديال فريق شباب العرائش في جمعيه المحبين او الاستاذ تونسي. راكم تورطتوا وغرقتوا الفريق الى ادنى مستويات، وبينوا وجهكم للجمهور وقولوا احنا خطانا ودرنا، وما تبقاوش تخبعوا. وشكرا جزيلا. كنتمنى انكم تشاركونا على هذا الموضوع، هذا يعني موضوع شائك ديال كرة القدم اللي كاين فيه وجوه صراحة. سي تونسي نقدروا نقولوا ان شاء الله دور الاسئلة من عندنا. مرحبا المتابعين. مرحبا قام داك. مرحبا صافي خاي. اولا كنحيي الاخوان وكنحيي جمعيه المحبين على الغيره ديالهم على النادي ولا المدينه. للاسف شباب العرائش اصبح شيوخ العرائش الان، كنشوفوا في القسم الوطني الثاني هوات بعد ما كان في المرتبه بعد ما كان في القسم الوطني الاول هوات. هذا العام هذا عانى، ماشي عانى المكتب ولكن عانى الفريق، المدينه كتعاني. الاقتراح ديالي، عندي واحد الاقتراح، شباب العرائش كما كنقول انا ماتت دابا، واحد المقترح، علاش ما تطلعوش واحد الفريق سواء الرجاء او جوهرة؟ لان اي المدن، نعطيو المثال مدينه طنجه اتحاد طنجه ما كانتش هي هو الفريق الاول ديال المدينه، كان فريق اخر. من بعد فريق تهود الهوات تركموا المشاكل ديال الفريق طلعوا فريق واحد اخر. كذلك كاين مجموعه ديال المدن عملت القضيه هذه. نساو شباب العرائش، شباب العرائش مشات بحالها كما كنقولوا مشات للزبل، لان المسيرين هما اللي داو الزبل، وكنعتذر على هذه الكلمه ديال الزبل بين قوسين. باش نقول لك الكلمات واخا تعيا متقلب عليهم غادي يمشيو. علاش؟ لان فريق بحجم شباب العرائش عنده تاريخ كبير، ملعب سانتا باربرا، لعب الجيش الملكي ونهزم فيه في كاس العرش 4-1. كاين مجموعه ديال الانديه الوطنيه اللي لعبت هنا، كاين مجموعه ديال الانديه الاسبانيه. فريق ما للاسف ما عرفتش هاد المسؤولين هادو واش من عقليه عندهم. زائد حتى كاين بعض اللاعبين اللي مساهمين في هاد القضيه هادي، كاين لاعبين كيمشيو معاهم وكيبيعوا الماتشات بجوج فرانكات ضيع راسو. كاين لاعبين ولاد المدينه. دابا الفريق طاح، مشكل باش تطلع الفريق من الهوات القسم الوطني الثاني الهوات القسم الوطني الاول راه صعيب. انا كنظن بان الفريق ديما غادي يبقى في القسم الوطني الثاني وغادي يزيد يهود يزيد يهود. الفريق خصو يمشي بحالو ديك المكتب باش الفريق يطلع، خصو مكتب يكون صادق، مكتب يكون عنده غيره على المدينه وعلى البلاد ديالو.
المكتب ما عندوش غيره، ما عندوش قدره قدر او قدره باش يحرك الفريق القدام، راه ما اكون اكيد ما غاديش يطلعوا، لان انت كتعرف خصو ميزانيه اللي هي صحيحه. وكنت اسف صراحه، كنت اسف لان الفريق هو كان بامكانهم ينقدوه في مقابله هذه المقابله الاخيره، ولكن للاسف تنهزم داخل الميدان ديالك بعقر الدار مع فريق اللي هو فريق ضعيف مع احتراماتي للخصم للاسف. وجدنا اخبار بان الانديه الاخرى كانت باغا تساعد مع شباب العرائش، ولكن حتى واحد ما عيط لهم، حتى واحد ما كلمهم. اذا هاد الناس هادو شنو باغين؟ باغين الفريق يطيحوه، باغين المدينه يشوهوها، باغين دائما تبقى في التريسيره وهي غادا. الحل اللي عندي انا كنشوف يا اما يختاروا فريق من بين الفرق، يطلعوا يا اما رجاء، رجاء العرائش او جوهره العرائش. الحمد لله غير في نقطه واحده، وهو ان فريق الشباب العرائش قلتي مات. انا نقدر فريق الشباب العرائش حي لا يموت، ولكن اللي مات هو المكتب المسير. عيمشي هذا المكتب المسير وعيجيو ناس عندهم ضمائر حيه ويحيوا الفريق من جديد وعيمشيو معاه بعيد، عيمشيو معاه بعيد. النقطه الثانيه قلت لي هناك بعض اللاعبين بالفعل حتى هما مساهمين في هذه الجريمه الرياضيه كنسميها، هما معروفين كانوا كيسافروا معاه في السياره اللي مكريه على حساب الفريق وكيمشيو في الطريق. ونعطيك مثال باش يقول لك الا عندك شي حجه او دليل، حنا كنتلعبوا بالمقابلات وكذا، نعطيها للجمهور الرياضي هو اللي يحكم. تصوروا معايا العام الاول مقابله في ملعب بلدي في مدينه صفرو، شباب العرائش كان كيلعب فوز صفرو. تصوروا معايا في دقيقه 80 كان غالب فريق شباب العرائش 2-1، بقى 10 دقائق للمقابله تنتهي. اش غيوقع في 10 دقائق؟ المدافعين ديال فريق شباب العرائش رجعوا اللور كلهم، رجعوا الوسط كلهم، والمدرب السي الحسن كيغوت بالعاده والعاده، ورجعوا رجعوا رجعوا. في 10 دقائق شنو وقع؟ سجلوا 5 الاصابات، ولا فريق شباب العرائش خسر بالسان 2، وهذه عمرها ما كانت في كره القدم. هذه كتكون في الهوند، في الباسكيت، في كذا وكذا. اذا بالنسبه لكم غير هذه المقابله، وهي مقابلات متعدده عندي مشبوهه، باش ما يقولكش المكتب وخصك الحجه ولا خصك ولا لا لا، ما كنهضرش بالحجه، بالمنطق الرياضي كنهضر. نهار 1/4/2018 في برسم الدوره 25 كانت نكسه لفريق شباب العرائش في مدينه صفرو، وكانت يعني مصيبه الكحله، خمسه الاصابات كيسجلوا في 10 دقائق. اذا هاد اللاعبين اللي جبتي راهم معروفين، رجعوا من الديفينسا عمروا الوسط وخلوا الكرات كتدخل وكيشوهوا بالفريق وضيعوا له السمعه ديالو والهيبه ديالو، ضيعوه. كان فريق شباب عارف ما كيمشيش مدينه كيخافوا منه. نهار شباب العرائش ما ينتقلش مدينه كلشي خايف. الان تبهديله ولا شباب العرائش كلشي كيلعب به دقدقوه. كاين شي سؤال؟ تحية أولا للإخوان المنابر الإعلامية، معنا لا راج 34 سي العرائش إنفو لا راج سيتي مدينتي السي لا راج، ثم تحية للإخوان والأعضاء الرياضيين اللي كنشوفوهم اليوم واقفين باغيين يديروا واحد الندوة. وبخصوص هذه الندوة سؤالنا واضح كوضوح الشمس، من تحط إعلان الندوة الناس قالت بأنكم لحسابات سياسية أو حسابات ضيقة بينكم. السؤال ديالنا هو كيف جاءت فكرة الندوة، ولماذا جاءت متأخرة، وما هي الأسباب الحقيقية؟ هذا من جانب الشق الأول. أما من جانب الشق الثاني، ذكرتم بأن 150 مليون أين هي؟ هنا منين يكون راك تعتبر بأنها المال العام؟ هذا مال ديال مدينة العرائش. فلهذا لماذا لم تطالبوا قبل أن تعملوا ندوة بفتح تحقيق حول مباسات هذه المال وأين ذهبت؟ لأنكم رياضيين وعارفين شنو الأمور ديالكم، وبصفتكم أنكم تمارسون مهنة المحاماة فلكم كثير من المعلومات وكثير من التجربة اللي توصلوا إلى المعلومة. وهذا السؤال الأول، وباقي لنا سؤال آخر اللي عن طرحه عليكم. وشكرا وتحية لمنابر الإعلامية المتواجدة معنا.
بالفعل الاخ الكريم مداخله مهمه كانت، يعني كيفاش جات فكره الندوه ربما متاخره الى غير ذلك، حسابات شخصيه الى غير ذلك. الندوه ما جاتش من اجل الحسابات الشخصيه، بل عندها عوامل جاذبه وعوامل دافعه. العوامل الجاذبه هو ان النكسه اللي كيعيشها الجمهور الرياضي مدينه العرائش، وما كنقولش الجمهور الرياضي مدينه العرائش، الاقليم ديال مدينه العرائش، لان الفريق ديال شباب العرائش هو الفريق الاول في الاقليم. حتى القصر الكبير راه كيبكيو، ما نقولوش ان الناس العرائش هما اللي كيبكيو على هاد النكسه، حتى الناس القصر الكبير، لان الممثل الوحيد في الاقليم هو فريق شباب العرائش. جات هاد الفكره هذه متاخره، نظرا كنا عندنا واحد البصيص من الامل ان الفريق يفلت ويبقى في موضعته ونسكتوا ونرجعوا بحالنا. ولكن مي جات الصدمه بهاد السرعه، اضطرينا في هذا الوقت المتاخر. علاش؟ لان الصدمه ما خلتناش نبقاو ساكتين، خصنا نخرجوا عند الجمهور الرياضي. ربما احد المتدخنين قال وفين كان السيد التونسي هذه شحال، كنت متتبع وكنت كنتمنى يبقى الفريق في موضعته ورجع بحالي وما نهضرش. ولكن ملي كتكون شي نكسه او ازمه او جريمه رياضيه كنسميها، فنضطر انا نخرج وما عمقاش ساكت. لان اول حاجه كنت قلتها في الفيديو ديال الاستقاله ديالي، انا ليلوم بالمرصاد، اخر كلمه باقي عقل عليها. ما معنى انا ليلوم بالمرصاد؟ يعني الا ديتو شي فلوس او تلاعبتو بمستحقات اللاعبين او اي حاجه وقعت داخل المدينه بما انني رياضي غنتبعكم ما نتفكش منكم. النقطه الثانيه قلتي اين 150 مليون وهي كتعتبر من المال العام، وكان المفروض تفتحوا واحد التحقيق. بالفعل حنا فتحنا تحقيق في الموضوع، والقضيه راه هي في البحث، وفي الايام القليله القادمه غيكون المسؤولين على هاد اللي داو هاد المال العام وبعثروه وما خلصوش اللاعبين غيتحاسبوا، راه يتحطوا في محاسبه. حنا دابا بالنسبه لنا راه وقع لنا بحال اللي وقع النادي مكناسي، راه قدموا شكايه للمحكمه الجرائم الاموال. علاش؟ لان المال العام ديال النادي مكناسي حتى هو راه فيه مشكل، راه يمشيو الناس يتحاسبوا. فريق شباب العرائش هو غيمشي يتحاسب. هاد النكسه اللي وقعت داخل المدينه ما نتفكوش منها، وفاتحين معاهم تحقيق ان شاء الله. كنشكروا سي عبد السلام التونسي وكذلك مكونات ديال شباب العرائش من فعاليات جمعويه، وكذلك من المحبين، وكذلك من الاعضاء اللي تحملوا المسؤوليه. بالنسبه لي عندي اسئله محدده، يعني فيما يخص المسؤوليه ديالك اللي تحملتيها داخل الفريق بصفه خاصه، يعني المسؤوليه ديالك كنائب للرئيس في 2017 2018، يعني ما هي يعني المده اللي تحملتي فيها المسؤوليه؟ هذا هو السؤال الاول، المده بالتاريخ يعني بالضبط. السؤال الثاني، يعني عدد الدعاوي اللي رفعتيها على 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 شباب العرائش بالضبط، يعني والانواع والانواع ديال الدعاوي. كذلك باعتبارك يعني كنتي نائب للرئيس، يعني يتهمونك يعني اعضاء المكتب المسير بانك يعني قمت بمهمات، مجموعه من المهمات مخالفه منافيه للقانون ديال الجمعيات بصفه خاصه باعتبارك محامي، وكذلك تحملك المسؤوليات سواء اداره الاعلام او يعني بعض المسؤوليات التي يعني خارجه عن سياق التعويضات كما يتهمنا اعضاء المكتب المسير. المساله اعتقد مساله اخرى فيما يتعلق بالانتدابات ديال الفريق. يحملونك اعضاء المكتب المسير يعني مسؤوليه في الانتدابات، وبانك يعني قمت ب يعني باشراف على هذه الانتدابات. يعني كيف يمكن ان تتهم مثلا الرئيس وانت يعني تحملت جزء من المسؤوليه؟ يعني ما هي مسؤوليه بصفه يعني بالسؤال، ما هي مسؤوليتك في انتدابات الفريق؟ وكذلك يعني فيما يخص سؤال اخر فيما يخص تعويضات ديال اللاعبين، لايك كذلك اللاعبين 13 اللي خذوا 13 مليون يعني رفعوا دعاوي على المكتب وداك الشيء. يعني المسؤوليه بصفه عامه، مسؤولياتك داخل كنائب للرئيس، مسؤوليتك في تسيير الفريق، لان حنا كنعرفوا المكاشفه والوضوح الشفافيه كنطلبوا بها. فنحن كما كنطلبوا اعضاء المكتب المسير، فكل عضو تحمل المسؤوليه كذلك مطالب بكشف يعني مسؤوليته في التسيير. جانب اخر فيما يتعلق ب يعني ما المحاوله، وكنشكرك بزاف لانك حاولتي توضعي الجمهور الكريم فيما يخص الوضعيه اللي عاشها الفريق يعني في التسيير ديالو المالي والاداري،
وكتحمل بان هذا التسيير الاداري والمالي هو اللي ساهم في النكبه ونزول الفريق لاول يعني بعد عشر بعد اكثر من يعني 15 سنه من منذ صعوده في 2000 يعني نعم في 2003 يعني هذه مده 16 سنه يعني الفريق هو كيلعب في قسم يعني بالمقابل مقابل هناك فرق صعدت القسم الثاني والمقابل هناك فرق يعني صعدت القسم الاول كانت تمارس مع شباب العرائش مع ان شباب العرائش هو وسيط تاريخي سواء في الممارسه الرياضيه في التسيير في الكلا في الجمهور كذلك اذا اللي تاثر بهذا النزول الفريق فهو مش يعني هو الجمهور هو الصحافه الاعلام هو يعني الجمعيات المحبين هو الجمهور والمدينه مدينه لان المدينه تستحق فريق يلعب في القسم الاول هناك مدن صغيره الان اصبحت تمارس في القسم الاول اذا من خلال التشخيص ديال الوضعيه ديال الفريق كاعتقد بان كما تقدم هذا التشخيص هذا هو غير كافي انا بالنسبه لي لانه ينبغي ان يكون هناك تشخيص اكبر لوضعيه الفريق سواء مثلا الجمهور علاش الفريق ما عندوش المحبين ديالو يعني مكي خصصة الفريق يعني وجعلوه يعني بحال مقابله عائليه يعني عندنا كاين الناس مع الناس هما اللي كيدخلوا في الفريق كنظن نخلي لو بقات شي اسئله اخرى انا ركز على تحديد المسؤوليات يعني وهذه الاتهامات المتبادله يعني كذلك احنا كجمهور يعني وكمتتبعين وكاعلام نطالب بفتح تحقيق محاسبه يعني هاد اللي تسبوا في تسيير الفريق وما يتحملوش المسؤوليه يعني مره اخرى لا في الرياضه يعني ويكون المحاسبه ديالهم شكرا. بالنسبه للسي عبد القادر غير قبل ما نهضر الانتدابات اللي طرحتي لي وجيه لهاد السنه ولا السنه اللي فاتت؟ تحملت المسؤوليه في داخل المكتب. لا الفتره اللي تحملتي فيها صافي بالفعل طرحتي لي السؤال ديال انني شنو هي المده اللي تحملت فيها المسؤوليه داخل الفريق ديال 2016 2017 لان 2016 بدات الجم العام كان في شهر 7 ديال 2018 الى حدود شهر 2 ديال 2018 بعد ما شفت انا خروقات ونكته ديال التسيير ودرت انا ليجن انا كنت باغي نخدم بليجن داخل الفريق ديال شباب العرائش كما كيخدموا في برومي ديفيزيون اللجنه القانونيه اللجنه ديال الاخلاقيات اللجنه ديال الاعلام ليجن هذه ما خدموش بهذا العام وقفوها مي انا جبت ادوات واستراتيجيه جديده باش نخدم في فريق شباب العرائش وجبت المال ديالي حبا في الفريق وكان الهدف ديالي يصعد الفريق الدور الاول خرجنا الارفود غلبنا احنا في الصف الاول شباب محمديه مورانا اللي طلعت دابا الدوره الثانيه احنا الاولى شباب محمديه مورانا يعني بقينا في مراتب محترمه وكان الهدف ديالها هو الصعود ولكن بدات كتبان البوادر ديال شباب محمديه خصو يطلع قلت لهم انا رغم شباب محمديه غيطلع فانا غنكون معاه لان عندي فريق قوي وجدته على بعد في شهر 7 كنوجد وما يمكن ليش انا نتنازل على الفكره ديال الصعود ولو ان فريق شباب محمديه غادي نبقى انا وياه ندا لند حتى لاخر المطاف هذا هو الحلم بقينا ماشيين الفريق بقات كنشوف كان معايا السي احمد رقون الله يجازيه من هذا المنبر كان عازم معايا حتى هو كان معايا السي محمد البهلي نائب كاتب العام كان معايا واحد المجموعه ديال الاطور اللي حتى هما كانوا في مستوى ديال وعندهم فكره ديال الصعود مهلين في اللعابه دايرين لهم الخطر ديالهم انا اللي كنت كنخلص اللعابه انا كنخلص لهم الكره ديالهم انا كندير كل شيء من شهر 7 وانا كنخلص كلهم كيقولوا لي عاد تجي من حد فلوسك قلت لهم ماشي مشكل راه السي احمد كان كيشوف بعض اللحظات والاخوان كلهم كيعرفوني انا اللي كنت كنخلص جات المنحه ثلاثه المنح 53 مليون قال شي 2000 درهم فرحان انا غنخلص اللعابه وعدتهم اللعابه ما كيعرفوش المكتب كيعرفوني انا كيقول لي ما كان تيقوا في حتى واحد كان تيقوا فيك قلت لهم تيقوا فيا ماشي شغلكم جيت انا باش نخلص اللعابه 53 مليون قال 2000 درهم داوها بثلاث ايام انا ما فراسيش عاد قالوا لي راه دخلت المنح قلت لهم شحال بقى قال واحد البلاغ بسيط قلت لهم فين مشات الاخرى قال لك حقا خلصنا الديون ودرنا وجمعوها ليكيد هالخطر قلت لهم انا ما يمكنليش نخدم انا الفلوس كتخرج ليكيد وانا محامي اما عن طريق شيكات بنكيه باش نضبط انا كشف الحساب ديالي ونديه للاكسبير ندي المسائل ديالي مضبوطه واما امشي بحالي عطيوني فلوسي خصني نمشي بحالي لا كمل معنا المنحه الجايه المنحه الثانيه نهار 20 جوج جا عندي
واحد من الاعضاء ديال المكتب قال لي راه الرئيس كيقول لك اما تستقل من الجمعيه ولا من الفريق. قلت له واش مالو واش وقع له؟ وقال لي راك فاهم. قلت له انا ما فهمت والو، لان الميركادو صافي دينا نقاط ضمننا المسائل. السيد باغي يدخل في واحد المتاهه. قلت له الشريف انا كنستقل وما يمكنليش نعيش مع فريق الشباب العرائش في هذه المتاهات اللي غتدخلوا فيها. بغيتوا تهبطوا هذاك شغلكم وتحملوا المسؤوليه. 20 جوج قدمت استقاله، ولكن الخطر والخطأ الكبير اللي كنقول انا واللي ما فهموش، انا ما استقلتش من المسؤوليه، استقلت من المهام بالدارجه باش ما بقاش نخسر الفلوس. ما بغوش يعطوني فلوسي. قلت لهم انا غنستقل من المهام باش ما بقاش نعطي الفلوس. هزوا الثقل، ما صيفطوليش وما استفسرونيش، ما داروش القانون، ما فهموش. قالوا هذا استقل، فهموها بفهم ديالهم وبقاو على داك الشيء الى يومنا هذا. باش ما نطولش في هذه النقطه، نمشي لعدد الدعاوي والانواع ديالها اللي كنت قلت طرحتي. اولا انا شنو قلت لهم؟ قلت لهم انا ما خصني والو من فريق شباب العرائش. كما قال الاخ قبيله، حجزات شخصيه او شي حاجه داخل الفريق صبح عندي، لان الرئيس ديال الفريق قلت له خصني فلوسي يمشي بحالي. قال لي سير ما عدي تا فرنك، لانك انت كتسلى لعبه وما كتسليش. قلت له ماشي مشكل. تريت انا وبقيت كنبقش على وقت ولا كذا باش يفتحوا باب يعطيوني فلوسي او يقسموها، لان ما يعطيوني انا عارف الفريق ما عندوش. درت معهم جميع الحلول. الاخر قلت له انا عندي. قال لي سير دير 100 دعوه. قلت له عوده. قال لي سير دير 100 دعوه. قلت له صف. قلت له ما عنديش 100 دعوه، ندير 4 دعاوي. درت 4 دعاوي، حكمت المحكمه ب 20 مليون قال شي حاجه. استنفى هو، ايدوا الاحكام، المحكمه تستئناف، اكيد ايدت الاحكام، هذه احكام عندي. جيت عندي حق نحجز اي منحه ديال فريق شباب العرائش. ما بغيتش نحجز، ما بغيتش ندير فلوس ديال شباب العرائش، اليوم كنعتبرهم حتى انا فلوسي. هما داو فلوسهم وداو اللي بغاو، واي منحه كيقزروها كيف ما بغاو. انا الوحيد اللي ما ديت فرانك الى يومين هذا وباقي لدابا. اذا كانت هناك مجموعه ديال الدعاوي سميت بتحديد الاتعاب، ودعاوي في المدني امام المحكمه الابتدائيه العرايش، وهناك شكايات في الجنحي منها هذه النقطه اللي طرحته ديال المحاسبه الى غير ذلك، وواحد الملف الزور اللي كانوا زوروا وثائق راه دايز نهار 15/4. هذه هي النوع ديال الدعاوي اللي عندي. كذلك قلت لي المهمات المنافيه اللي درتها انا داخل الفريق في الايام اللي كنت، ماشي مهام منافيه. كانت عندي الناطق الرسمي ديال فريق شباب العرائش، رئيس اللجنه القانونيه للفريق، مستشار قانوني للفريق، المراسل الرياضي الرسمي للفريق، محامي للفريق. ناهيك على هذه الصفات فانه رسميا كنت كنقوم بمجموعه ديال الاشياء. هذه تطوعيه، القانون كيقولها ماشي انا، هذه في القانون الاساسي ولا قانون 039 المهام كلها تطوعيه، الا ان المهمه ديال المهنه ديالي ماشي تطوعيه، وهذه تناقشت امام القضاء وتحسمت ولا داعي باش ندخل فيها. وهذا التكليف والتشريف ديالهم ديال الفريق اللي كيقول انا عندي هذه المهام بشكل قانوني اللي هو كيقول لك عمره ما عطاها. ثانيا كتقول انتدابات اللي كانت في الفصره ديالي. انا عمري ما قبضت شي انتداب. الرئيس شخصيا كان كيقبض انتدابات في غياب المدرب والطاقم التقني، وكل لاعب كان كيجيبو ب 4 مليون و 4000 درهم. ونعطيك مثال اسماء ديال اللاعبين اللي جابوهم، وكانت نكسه للفريق شباب العرائش. جاب الطاهر المهدي من الدار البيضاء 4 مليون و 4000 درهم في الشهر. جاب اخوان خالد 4 مليون و 4000 درهم. جاب مراد القند 4 مليون و 4000، جاب عصام عنيقرا 4 مليون و 4000، جاب زانا، جاب الادريسي، 6 لاعبين. وهادو كلهم صفقه خاسره داخل فريق شباب العرائش، لان جاو لعبوا مقابله ديال الرجاء ارفود، دخلوا المقابله الثانيه قال لك حنا مهرسين ما نلعبوش، وما عمرهم لعبوا معانا. تصور انت 6 انتدابات خاسره داخل فريق شباب العرائش، وشحال خسروا على هاد اللاعبين تقريبا؟ الا ديرنا 4 مليون في 6 شحال؟ 4 مليون في 6 شحال؟ 24 زيد 4 علىين 30 مليون مشات من الميزانيه ديال الفريق ولا اكثر؟ اكثر من 30 اللي خسرنا فيها السير الرئيس في شباب العرائش. وهنا كانت جمعيه المحبين والناس ديال البلاد خصهم يدعيوه على هذا المبلغ اللي مشى هباء منثورا. وعاد عنزيدك القنبوله او البومبه الكبيره، مشاو هاد الناس دعاو فريق شباب العرائش الجامعه وعطاتهم شي 12 مليون، 12 و30 شحال هي؟ 42 مليون مشات. بقاو لنا الملفات اللي دعيتهم انا 16 مليون جمعت عليهم، وقلت الرئيس راه خصك تخلص كل ملف في الجامعه ب 1500 درهم، سمح فيهم وخلاهم، ضيعنا في 16 مليون، 16 مليون و42 مليون شحال؟
شحال؟ 58 مليون. و 58 مليون ماشي فلوس داخل فريق شباب العرايش، هذا كيتحملوا مسؤوليه، هادو كيبعثروا كيعبتوا بالمال العام وكيضيعوا الفريق وهلكونا. النتيجه حنا وصلنا لها، صار العقود ديالهم كتصافوا، مشينا مشينا بالسبب السياسه اللي ما نقدرش نسميها وهلكونا. احنا وصلنا للنتيجه. المسؤوليه في الانتدابات، يعني المسؤوليه، انا ما كنتش ما عندي حتى مسؤوليه في الانتدابات، ما عمري انا درت شي انتداب ديال شي لاعب، ما عمري. هذا الرئيس كيدير انتدابات بوحدو، في غياب المدرب، في غياب الاطر، في غياب المكتب، في غياب كل شيء، ما عندي حتى مسؤوليه. قلتي التعويضات ديال اللاعبين اللي قاموا بالدعاوي راه هضرت عليها في التحقيق. كذلك المسؤوليه في التعويضات، يعني دخلتي في الملف ديال التعويضات، يعني طبيعة الحال، لان انا اللي كنت كنوب ضدهم، وانا اللي خسرت المبالغ الماليه، وانا اللي درت كل شيء. وزيدك واحد النقطه، هذه عقول الجمهور الرياضي، هاد اللاعبين السته ضيعوني في مبالغ ماليه ديالي انا، من حد الساعه ما شبرتيش ومشات مهب الريح. نعطيك مثال، هادو جاوا في شهر 7 ومشاو بحالهم في شهر 11، وانا اللي كنت كنوكلهم وكنشربهم الى غير ذلك. الا درنا ما بين الفطور والغداء والعشاء 100 درهم في النهار، راه 60 فرنك في النهار. الا ضربناها في 5 ايام، لان يومين كيمشيو على حساب الفريق، 5 هي 600 درهم في النهار. 600 درهم في النهار الا ضربناها في الاسبوع شحال؟ 600 ضربها في 7، لا في 5 ايام، لان كيمشيو على السبت والحد، هي 3000 درهم. الا ضربناها في شهر 12000 درهم. الا ضربناها في 4 شهور اللي كنت كنصرف عليهم 48000 درهم، زيد 2200 درهم ديال الكره في 4 شهور 8800 درهم، زيد على المبلغ 56000 درهم و800 اللي انا خسرتها ومشات فيها بالريح كيف حال اللي كبيت الماء على الرمله، مشات لي هذه التضحيه ديالي في هذه المرحله، واللي ما تحسبتش ثقت فيهم. ومشينا امام الجامعه وقلت لهم واحد السؤال، رانا خسرت عليكم، قالوا لي عمرك ما عطيتينا. وفي القانون اللي قلت عمرك ما عطيتينا خصك تجبد التواصل، انا ما عنديش تواصل، ما عمرهم بغاو يوقعوا. بالدارجه مشات، انا الضحيه في هذا الملف. كاين شي حاجه سي عبد القادر؟ اه كافي. اولا قبل كل شيء غراج 24، السلام عليكم كاملين وتحيه للجميع الاعلاميين اللي هنا. صراحه الاخوان يعني تقريبا قالوا كل شيء، باقي السي كرشادي. انا بالنسبه لي غادي نقول لك، كنا غطينا واحد الاحتجاجات ديال اللاعبين مؤخرا، وكنا بقينا كنغطيو لهم احتجاجات في الملعب وكانوا ما كيحضروش للتدريب، وبعد مده وجيزه يعني اتصلنا بهم، قال لك شي واحد شي مسؤول في العماله ولا ما عرفت تفاهم معاهم. حنا بغينا ومن بعد ذلك اتصلنا بهم وما بغاوش يتواصلوا معنا، ديك اللعابه يعني اللي كانوا كيديروا احتجاجات، رغم انهم كانوا كيقولوا بان الاعلام ديال مدينه العرائش مقصر من ناحيه ديال الرياضه. بغينا نعرفوا شنو صفه هذيك المسؤول اللي في العماله او اللي في البلديه تواصل مع هاد اللعابه وكيف ما قلنا يعني سكتهم. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني غادي يكون بسيتي شويه، الى اين كره القدم في مدينه العرائش؟ يعني الخلافات بيناتكم بين المكتب المسير وانتوما والجمهور واللعابه هما الضحية، والمدينة حتى المدينة هي الضحية. أنا ما غاديش نلومكم نتوما ولا غنلوم المكتب المسير، لأنني الآن في واحد الوضع ديال الإعلامي كنحترم الرأي والرأي الآخر، رغم أن المكتب المسير تكرارا ومرارا كنا كناديوه باش يحضر اللقاءات اللي كنتو كديرو، بغينا نديرو معاه لقاءات بوحدو وما لباولناش الدعوة، كان دائما كيكون رفض. حاجة في نفس يعقوب. وكنا يعني الاعلاميين ديال المدينه منهم سي سبيطي وبزاف ديال الوجوه اللي كانوا داروا واحد المقترح، كانوا داروا واحد مبادره الصلح. ديك المبادره الصلح، احنا انا بالنسبه لي كنتكلم ليا، لان كان الصديق ديالي هو اللي متبع ديك المبادره. بغينا نعرفوا فين وصلت يعني من جهه ديالكم نتوما، لان الطرف الاخر ما تواصلش معنا كليا. من هذا المنبر انا كنحملوا المسؤوليه لانه ما تواصلش معنا، يعني ما سوقناش، ما حشناش، وهادشي اللي كاين. وشكرا. كنشكروا لغاش 24 كعادتها، كتمدنا دائما باسئله مهمه. اولا التغطيه اللي كنتو درتو في الملعب بسبب احتجاجات اللاعبين طيله ثلاث ايام، ربما اللاعبين عبروا بكل جراه على الحقيقه ديال مكتب فريق شباب العرائش، واللي اكدوا كلهم على انهم ما كيعطيوهمش المستحقات ديالهم، كيجوعوهم، لان بعض اللاعبين البرانيين بهذه اللغه قال لك جوعونا، ما عندنا ما ناكلو، يعني هذه وصلنا لهذه المصطلحات.
ومي تاكدنا من جبرنا ان بالفعل بعض اللاعبين مساكن الله يحسن عونهم ما كيعطيوهمش. ثلاثه اللاعبين اللي اكدوا على انهم كيسالوا المبلغ ديال 16 مليون و500 وشي حاجه اللي هما محمد الصحراوي قيدوم القيدوم ديال الفريق وسي الجيراري ويوسف بن صالح الطانيني. هادو لاعبين كيسالوا مبالغ المستحقات ديالهم من السنه اللي فاتت واللي جمعوها كلهم بثلاثه بهم في 16 مليون وشي حاجه. الرئيس ديال الفريق بعد الاحتجاجات اللي دارت والى غير ذلك مشى عندهم قال لهم حق راه دخل واحد المنحه ديال 16 مليون من البلديه، وانا كنأكد لكم بان 16 مليون عديوها نتوما بوحدكم ما عديها حتى شي واحد. قالوا له الله يخليك احنا ما نثقوش فيك وما كنثقوا في حتى واحد، خصنا ضمانات. مشى عمر لهم واحد الورقه بانه كيضمن هاد 16 مليون عيديوها بثلاثه بهم وطبع لهم عليها بوحده ووقع وعطاوها لهم. جا داك 16 مليون وضمن واحد السيد من البلديه كيرغب انا مزوق لان ما كانش يلعبوا غيديروا فورفي، انا مزوق لعبوا انا مزوق انا عندمنكم انا الى غير ذلك. لحد الساعه داك الضمانات ولا داك الفلوس باقي ما شدوهاش وداك المحل ما كايناش وتا حاجه ما كاينه، بقات وعود زائفه في حق هاد اللاعبين. كذلك قلتي الى اين مكتب فريق شباب العرائش يعني المستقبل ديالو والحاله ديالو الى غير ذلك. انا كنقول كاي فريق راه مجموعه الفرق دابا نقول لك النادي الرياضي القصري اللي وقع دابا الفريق شباب العرائش وقع النادي الرياضي القصري راه داروا به ناس مستوى وناس هزوا له يدوا من هاد الفضيحه اللي داروا به ناس كيعاونوه دابا راه ماشي في سلم ترتيبي ممتاز. وربما الى خلط القسم الوطني الثاني هوات القصر الكبير بالقيمه وبالجهد اللي ماشي معاه الناس القصر راه النادي الرياضي القصري غيمشي بعيد. حنا علاش لا دابا هودنا كما قلت قبيله رحمه الله على فريق شباب العرائش ولا هذا؟ لا لا، الفريق عمره ما كيموت، دائما كيبقى حي. اللي كيموت هو داك اللي في المكتب، كيموت مع الجمهور، كيموت مع ذاته، كيموت مع الفكر ديالو، ولكن الفريق غادي يجي وقت اللي غيتسلطوا به ناس اخرين اللي عندهم غيره وعندهم نيه حسنه وعيرجع للمسار ديالو وربما يمشي بعيد. قلتي مبادره الصلح اللي وقعت وكان فيها السي هشام الشكدالي والسي عبد القادر والسي رازين والسي مصطفى القروشه وواحد مجموعه ديال الوجوه النيره في كره القدم داخل المدينه توصلوا في اخر مطاف، والسي عبد القادر راه هو كان حاضر، على ان هذا المكتب هو مكتب متعنت وما بغاش يوصلوا له المالي ان تكون واحد اللجنه ديال التسيير لانقاذ الفريق، والماليه ولا المنح اللي عاد الدخول ما يقيسوهاش هما باش يعطيوها للعابه ويسيروا. قالوا له الا الماليه ما نعطيوها لكش، هاجي تسير ودير اللي بغيتي وخسر الفلوس. لجنه الصلح رجعت قالت لي يا ودي راه هاد الناس كيقول لك الا الفلوس. قلت لهم طبعا لان الهدف ديالهم هو هدف شخصي وما كيفكروش في اللعابه وما كيفكروش في الفرقه، خصهم فلوس ما تقاسلهمش. كما وقع لذاك السيد اللي جاب 40 مليون قال لهم خليني نفك الفرقه، قالوا حطنا الفلوس وحنا نسيروا ونديروا ونديروا. هادو ناس ما بغاوش ينقذوا الفرقه رغم جهات كانت كتبغي تنقذ الفرقه، هما ما خلوهاش تنقذ، زربوا على كل شيء وغرقوا الفريق وبقينا كنشوفوا حتى وصلنا لهذه النتيجه. وشكرا. اذا ذاك ممكن واحد السؤال فيما يخص الافاق والحلول يعني ممكنه من اجل يعني التفكير في المستقبل ديال الفريق يعني بواحد شكل هادئ يعني بدون تشنج بدون تحميل يعني مسؤوليات العاطفه، ولكن يعني العمل خص يكون ديال هاد الناس اللي يعني المكونات ديال الفريق سواء كجمهور كصحافه كاعلام كمكونات المجتمع المدني، فهي مطالبه يعني بالتفكير في الحلول في المستقبل. بالفعل السي عبد القادر الحلول كاين في القانون. حنا المستقبل القريب ما عرفناش شي واحد المجموعه ديال الملفات اش يعطيو، ربما يكون شغور ربما تكون مساطير ما نقدرش حتى من نعرفها ما نعرف حتى شي حاجه. هنا غادي تبان الافاق ديال المكسب المسير ديال فريق شباب العرائش في المستقبل. اما الان كنقول فريق شباب العرائش نزل درجه ثانيه القسم الوطني الثاني هوات، ما يمكن دابا حتى شي مكتب او حتى شي واحد يمكن يتدخل باش يمكن ينقد. الممكن هو نفكروا في السنه اللي جايه ويمكن تكون وجوه نيره ما يبقاوش هاد الناس. انا الشر ديالي هاد الناس ما يبقاوش مادام هاد الناس باقين في مكتب شباب العرائش، راه العام الجاي يزيد يهود كنقول هكا يزيد يهود وعيدكدكوه وماشي شغلهم في شباب العرائش كيهمو منحه وكذا
وداك الشيء. ولهذا كنطلب انا الناس هادو اولا يتنحوا ويمشوا بحالهم، ثانيا الفاعلين الرياضيين من محبين وجمهور وجميع الاطارات الرياضيه داخل المدينه يكونوا واحد المكتب اللي يكون في مستوى اللي كيثقوا فيه، ويمشي هذا الفريق من جديد ويتقلع من جديد. واخا الى سمحتي واحد السؤال باش نكونوا موضوعيين ودابا نوضعوا الاصابع على الجرح كما كيقولوا، ونحمل المسؤوليه الاطراف اللي كتحمل المسؤوليه في نزول سبب العرائش القسم الثاني، منها الجامعه كذلك يعني المسؤولين الرياضيين، وكذلك يعني المسؤولين يعني في يعني السلطات المحليه حتى هي كتحمل المسؤوليه. ما معنى ان نشوف واحد كيعمل تسيير عشوائي وما نوضعش مثلا الفيتو اللي داروه مثلا مكونات ديال الفريق في الجامع العام اللي فات، العام اللي فات كان ممكن ما نوقعوش حنا في هذا. اذا من يتحمل المسؤوليه؟ انا اعتقد خص نحمل المسؤوليه لجميع الاطراف تتحمل المسؤوليه باش نزل الفريق، ماشي زعما نكونوا موضوعيين. خصنا ولهذا من يتحمل، انا كنوضع السؤال، من يتحمل المسؤوليه في نزول شباب العرائش؟ اذا سمحتي السي عبد القادر باش ما نشطروش المسؤوليه على اطراف ما عندهم حتى شي يد في نزول فريق شباب العرائش، غنقول لك بان فيما يخص الشفافيه، بالفعل يعني ان الجميع ما عندها حتى يد في نزول فريق شباب العرائش. علاش؟ الجامعة شنو هي؟ إطار، مجموعة فرق تحت اللواء ديالها، دايرة مكتب، عندك مكتب، عندك منخرطين، عندك ولكن الجموع العامة تشرف على الجموع العامة. الجموع العامة إذا كانت غير ديمقراطية وكتسير يعني لا غير نمشيو أنا وياك، غير نمشيو أنا وياك. أنا قلت القانون الرياضي، في القانون الرياضي ماشي هو المسائل الحزبية. نعطيك مثال، الجمعة العامة كيحضروا فيها المنخرطين فقط ديال الفريق، وملي كيطلعوا الرئيس او المكتب الى غير ذلك. بالنسبه لفريق شباب العرائش عنده منخرطين ديالو، وللاسف الشديد شكون هما المنخرطين؟ ناس لا يفقهون ولا يعرفون. نتحدى اي منخرط يجي يقول لي وضعيه الفريق ويناقش معايا، ما كيعرفوش. وبالعاني داروهم، هذا كيجيه، هذا ولد عمو، هذا ولد خالتو، باش ملي كيجي التصويت كيجيو من التصويت للتصويت، كيجيو يهزوا يدهم وكيمشيو بحالهم، كيقول لك انا عندي الاغلبيه ما عمرك تحيدني. هذه الخطه اللي دايرين في المكتب فريق شباب العرائش، واللي داير هذا الشيء كنقولوا وكنعاودوا هو علي الحداد ولا عمر الحداد ملخزين، واللي عنده المخارطين في يده، واللي كيطلع الرئيس واللي كيهبط الرئيس. بمعنى بالنسبه للعمله او البلديه او الجهات المانحه ما عندهاش حق تدخل في الفريق شباب العرائش. علاش؟ كتقول لك مكتب منتخب، هذه هي الديمقراطيه. مكتب منتخب عنده مشاكل براسو، انا ما يمكنليش ندخل في مكتب منتخب، وهذه هي الديمقراطيه. هنا كيبقى المسؤول الوحيد على النزول وعلى هذا الشيء اللي وقع هو مكتب فريق شباب العرائش، ما يمكنش ندخلوا شي جهه من جهات. وشكرا. مسددا معكم انور الشرادين لغارج سيتي. ذكرتم ان هناك من يتحمل المسؤوليه، وبهذه المناسبه غنقول لكم ان بس تخلصناه من هذه الندوه، تحديد التخصصات، هيمنه بعض الافراد من فريق شباب الشباب على المكتب، ولكن هل يمكنكم ان تعطونا الدلائل القاطعه والموثوقه حول النزول ديال شباب العرائش الذي عرفناه في 1956؟ وبالمناسبه كان حي واحد السيد معنا، السي مصطفى دقلوشة، هذا راه مدينه العرائش خصها تفتخر به، لان في الوقت ديالو ما كانش هذا الشيء. هذا كنا كنعرفوا مصطفى الزيتوني، وكنعرفوا موري، وكنعرفوا مجموعه اللعابه اللي حنا ولاد العرائش. ثالثا، شنو الاجراءات اللازمه والمستعجله من الخروج من هذه الازمه؟ وشكرا. بالفعل قلت لي خصني نعطيك الدلائل لازمة على تسلط بعض الأعضاء على مكتب الفريق. هذا هو السؤال ياك، هذا هو السؤال. قلت لي الدلائل اللازمة على تسلط بعض الأعضاء على مكتب الفريق، هذا هو السؤال. حقيقة يا أخي هي مهزلة مكتب فريق شباب العرائش. كما قلت لك، أنا علي العطار مول الخزين
هو اللي كيسير الفريق من بعيد وعاطي الصفه ديالو كمستشار في المكتب، مع العلم انه هو الرئيس الفعلي ديال الفريق، واللي كيشد المنحه، واللي كيوزعها، واللي كيعطي الفلان وكيعطي ما بغى وكيخلي ما بغى ويدي كيقول الديون. تصور معايا عندنا 6 منح في السنه، كل مره كيدير 4 5 مليون، هو على راس القائمه دائما. الا ضربنا 5 في 6 شحال هي؟ 30 مليون كيديها في العام. اذا هذا رجل متسلط على الفريق، واللي رول في بونكير هما الدلائل اللي كتطلب مني انا نعطيها لك، ولكن اللي رول في وقفوا في واحد الوقت، دابا بقاوش كيخدموا باللي رول في، كيمشيو يجمعوا الفلوس ليكيد ما عندهمش، لان عندهم بيناليتي داخل البنكه دخلت عليهم شيكات بدون رصيد، ما عندهمش حق يديو طالون الشيك، ولاو كيخرجوا الفلوس وصافي. اذا امام هذا الوضع هذا، ناس متسلطن على الفريق كيديولو المال ديالو وكينهبوا المال ديالو، في غياب المنح ديال اللاعبين، في غياب الاجور ديال اللاعبين، تجويع اللاعبين. تصور انا كتدخل لي 160 مليون، اللعبه ما مخلصينش حتى واحد مخلص، ويجي الرئيس يقول للجنه ديال الصلح بالغوني، قال لهم انا كنسير 68 مليون، بغيتو نخبشي بحالي عطوني 68. هذا رجل موظف مليون و300 كيربح، عطي 68 مليون في 9 شهور، لان ما كاين العام ديال الرياضه ماشي كامل 9 شهور. تصور معايا كيربح مليون و300 عند وليداته عنده، الا نفرضوا ان المندا كله كيعطيها هي 10 مليون عنده، 58 مليون منين جاتو؟ وحسب السي عبد القادر وحسب الجمهور الرياضي، راه كارثه داخل فريق شباب العرائش. كل واحد كيجبد المال، كل واحد كيقول لك كنسال، كل واحد بلا تبرير، لا جيستيفيكاسيون كما كيقول، يجيستيفي هاد المبالغ. حنا ولاد الحساب، ولاد راه انسان عادي، امي في الزنقه تقول له اش وقع اش وقع، واحد زائد واحد يساوي جوج، وما تجيش تبقى تطلب المبالغ خياليه، لان العرايش ماشي دجاجه كتبيض ذهب وفضه. سي توسين نعم شاكلكم بالكمل الميت كما كنقولوا دائما الخساره، واغلب التعليقات اللي قريت انا كلشي كيستنكر هذا الواقع، الجريمه جريمه لانه نبوا المال ديال الفريق ونبوا الفريق وطيحوه وباقيين غاديين به وما بغاوش يقدموا الاستقاله ديالهم. حنا غادي نشوفوا نحاولوا نضغطوا على المكتب باش يقدم الاستقاله ديالو، ولا التدخل ديال السيد عامل الاقليم علاش لانه هو اللي عنده الحق باش يتدخل. انا اي اجراء شفتوه كصحافه ولا كرياضيين ولا هذا انا معكم، لان اسمح لي استاذ نعم. انا باش نبقاو هنا كنبكيو على الميت، راه ما عمرنا ما غادي نلقاو الحلول، ولكن خصنا نلقاو الحلول، لان انا كنوعدكم على الجاء للمساطر القانونيه، اما مسائل اخرى ربما تبقى عندكم، لان هاد الناس انا ما نتفكش منهم وكنقولها وكنعاودها. هذاك من حقك على الجاء للمساطر القانونيه باسم فريق شباب العرائش وهذا الشيء اللي داروا له، وغنتحاسب معاهم ولو انا بشكل فردي داخل المجتمع العرائش. اللي بغى يعاونني مرحبا به، واللي بغى يساندني مرحبا به، وانا نمشي معاهم بعيد وكنقولها ما عندنا شيء، ونمشي بعيد معاهم على هذه الجريمه الرياضيه اللي داروا. بالنسبه لك السي تونسي، واش كاين شي حلول مقترحه لاجل انقاذ شباب العرائش؟ الانقاذ مشى الوقت، ما الانقاذ مشى الوقت، دابا حنا نزلنا الفريق طاح، ولكن دابا الفريق طاح، ولكن بغينا دابا نتسناو دابا حل قانوني، نتسناو حتى تسالى البطوله لاخر شهر 6 البدايه 7 يكون واحد الجمع العام الاستثنائي، ويطلع شي مكتب اللي نشوفوه نقدروا نثيقوا فيه هنا يمكن يكون الحل. والا بقى هو نفس المكتب، انا كنقول لكم وكنعاودها وللتاريخ، راه غادي يزيد يهود فريق شباب العرائش، اللي وقع القصر وقع عندنا حنا، نقدروا نقضوا الموقف باش نقسموا اللي وقع القصر ما يوقع لناش حنا. حنا هودنا، ولكن على الاقل في ذاك المرحله ديال القسم الوطني الثاني هوات، رتبوا الوريقات ديالنا ونوليو لبلاصتنا، وهي ماشي بلاصتنا هذا القسم الوطني الاول هوات، راه حنا بلاصتنا المكان الطبيعي ديالنا في ليكسيلون، لان حنا راه هودنا في واحد العام، هو العام الاول، راه شحال واحد كيقول لك عاد اليوم كنهودوا، لا لا هودنا من ليكسيلون البرومي القسم الوطني الاول هوات، دابا هودنا للدوزيام وجوج هبطات. والسبب حنا في قسم تروفيو قديم، تروفيو قديم، هذا المكتب تسببنا بجوج نكسات نسيت هذه ما جبتهاش، هذا طيحنا من ليكسيلون القسم الوطني الاول، ودابا القسم الوطني الاول القسم الوطني الثاني، هذا مكتب جاب لنا الكارثه للعريش في الوقت اللي كان خصنا المكان الطبيعي ديالنا هو ليكسيلون، وكنا كنبقشوا ندوزوا لدوزيام ديفيزيون. حنا ما حنا بدوزيام ديفيزيون، ما حنا بليكسيلون، ما حنا القسم الوطني الاول هوات، ولينا في واحد الرتبه اللي عم نقول نلعبوا مع الاحياء، واللي عطى الله هو هذا.
الحلول خصنا نتسناو حتى يتسالى تسالى البطوله ويتم واحد الجمع العام الاستثنائي ونشوفوا الجمع العام كيحضر فيه اغلبيه هما اللي كيحضروا فيه. لا لا دابا غادي تكون امور اخرى. انا ما بغيش نزرب ما بغيش نعطي شي معطيات نظرا شي المتتبعين بزاف غادي ناخذ الاسئله ديالهم حتى هما. مرحبا مرحبا عطيني ديك الميكرو نبداو من ديك الجهه. سير كمل بلا بديتي انت كمل بغيتي. اذا كاينه بزاف ديال الاسئله واش غنطرح الاسئله كامله تبقى وحده ولا غنطرح سؤال اللي شفتي ان اصلا لا المتتبعين كاملين غناخذوا الاسئله ديال المتتبعين كامله بقاو هنايا علاش غنبقاو حنا جينا لخصه 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 غادي نلخصوا يعني كاينه اسئله ضروري تنطرح لان المتتبعين هما الاهم عندنا اهم هما الاولين ماشي حنايا حنا كاعلاميين بغينا نوصلوا انتم شنو كتقولوا الا تواصل معنا المكتب المسير راه حنا غادي نديروا معاه مرحبا ان حنا من هذا المنبر كنوجهوا التهم حتى شي واحد حنا جايين نبينوا الحقيقه المكتب المسير عمر الاعلامي المكتب المسير كنرحب به امامكم الا بغى يجلس معايا في هذه الحقائق اللي كنقول انا مستعد نواجهه ان المتهم بريء حتى انتقل رجل القانون يعني حنا وانا بيني وبينك جايب واحد مجموعه ديال الوثائق كحجاج باش اللي يهضر معايا نجبد له الحجج اللي عندي ما تهضرش طبعا بحال اذا غادي نطلقوا من اول سؤال هذا كيقول لك سؤالي للحاج الاخروشه واللي كيكل لك واحد الاحترام هو ماذا عن لجنة الصلح التي انبثقت من مناظرة محبين ومن كان سبب في عدم الخروج بحلول؟ نعطيو الإخوان لأن سؤال سؤال وصل. السلام عليكم. بالنسبة للجنة الصلح كان اقترح علينا في اللجنة كان معنا السي العربي رازين الله يذكره بخير عطا واحد الحل هو كان الحل معقول ان تكون واحد اللجنه وهذيك اللجنه اللي غتكون هي اللي كتتصرف هي اللي غادي تتصرف في المرحله تاع الاخر العام ويمكن لها باش تنقذ الفريق وهو ان ديك اللجنه الاخوان اللي في المكتب يبقاو لحقاش القانون ما كيعطيناش ما كي القانون كيعطيهم باش يبقاو حتى الراس لها حتى المرحله ديالهم اخذوا الرد والسير واخا مشي وجينا ما وصلناش لشي حل ما بغاوش ملي كنوصلوا القضيه ديال الفلوس كيقول لك بان الفلوس ما نقدروش نسمحوا له حتى يهضر لي ملي كنوصلوا القضيه ديال الفلوس كيقول لك لا ما يمكنش حنايا اللجنه تدخل وتصرف الفلوس اذا هاد اللجنه اللي غتدخل باش غادي تنقذ الفريق راه خصها تكمل مع اللعابه وتسير يعني بالطريقه ديال اللي كتشابهها الكره وصلنا لديك الحيط المشدود اخوان اللي كانوا متبعين معنا في الاعلام وكاين بعض الاخوان في اللجنه ما صافي وقفنا ديك الحيط مشدود ومشاو انا جيت واحد 3 ايام ولا 4 ايام موراهم قلت لهم بان خليوني نقدر نشوف حتى كنبغيو نحلوا المشكل والو ملي كتوصل القضيه ديال الفلوس عاوتاني كتشد ولغينا داك المسائل هذيك ما قدرنا شيء الصراحه هي هذه شكرا نعم في نفس السياق يعني الموقف ديال مصطفى المقروشة باعتبار يعني مسير عنده تجربه يعني بالنسبه له الازمه اللي كيعيشها نادي شباب العرائش يعني وكيف يمكن حلول يعني ايجاد حلول من غير المسائل المساطر القانونيه يعني حلول مثلا على مستوى يعني مكونات ديال الفريق كيفاش كلها تساهم كل الموقعين من اجل البحث عن الحلول لان هذا فريق ديال المدينه كامله شكرا سي قدر الحلول ما كايناش الحلول ان حتى المكتب عنده 4 سنين دابا دار 3 سنين باقي له عام كيخصو يكمل العام ديالو هذه من جهه اخرى كتعرف بان هذا النظام ديال كره القدم ولا الجمعيه ديال كره القدم
يعني هي المكتب هو الوحيد اللي كيتحمل المسؤوليه ديالو، حتى السلطه ما تقدرش تدخل. يعني كتعرف ان الفوتبول ما عاد تقدر تدخل السلطه ولا تدخل الا اذا كانت يقدر شي حل هو غادي يجي من عند المنخرطين اللي اذا هنا ثلثين اللي قدروا يستدعيوا لجمع العام الاستثنائي ويغيروا الرئيس ويكونوا مكتب اخر. هذا هو الحل اللي كاين. وشكرا. بالنسبه للاخوان كان اغلبيه الانتقادات لا للفريق ولا للجمعيه، يعني قال لك علاش ما تفكروش في الاول تنوضوا تنظموا ندوات او وقفات احتجاجيه. نقدر نعطي المهم ما قراش بزاف ديال الكومنتات، ولكن نقرا كومنتار واحد واحد الصديق ديالنا مصطفى قال لك بان الحل بين المنخرطين ولو باحداث لجان مؤقته لتسهيل الفريق والجمع العام الاستثنائي هو اسهل حل. الاستاذ التونسي والاستاذ الرياضيين بمعنى الكلمه وصادفت مرتين بتكاليفيته، يعني صادفت مرتين يتكلم عن مدينه العراش بحقوقها اعتبره مناضل. هذا هو الكلام اللي كنشكره فيك. كنشكره. نزيدوا سؤال. احنا كنوصلوا لكم يعني اللي كيقول المتتبع اهم حاجه وهو ان عندهم اسئله بناءه ماشي شي اسئله خارجه. قال كفى من لغه الخشب، كان بامكانكم يعني ايقاف المنح والتبرعات كيوجهوا لك وانت رجل قانون يعني واعلم يعني كيعرفك، وعلاش علاش حتى لدابا لماذا الان؟ شنو لماذا الان؟ هاد الندوه لا يا اخي لا يا اخي انا باش نوقف المنح ديال الفريق شباب العرائش كانت اولا نزلا عند فيما يخص الشق التقني والتدريبي. قلت انتدابات يمكن ان السقوط كترجعوه للانتدابات، هذا خصكم توضحوه لنا. ثانيا خصكم توضحوا لنا الشق تسير، وكاينه اللي الشق واللي أهم وهو التجاري، السوق التجاري. غنخرجوا لها بوضوح وبكل شيء ونقولوها، البيع وشراء ديال المقابلات. واش العرايش طاحت فعلا بالبيع والشراء أو لا؟ هناك كنزيد نأكد سوى الحسابات والصراعات هي اللي خلت العرايش تطيح. العرايش راه تبنات 1956 هاد الفرقة هادي، راه اللي كيتحمل المسؤولية جميع. الآن من هاد المنبر كنوجهو تا واحد الرسالة للسيد العامل، خصو يوقف هاد الناس ودار محاسبة حقيقية في حقهم، لأن ما يمكنش واحد الفريق بمدينة العرائش، وأنا كنعتذر لأنني إعلامي ما خصنيش نخوض في هادي، إنما الغيرة هي اللي خلتني، ولكن جاوبني والناس راه فهمتني. بالفعل طرحتي سؤال محتاج فيه، ولكن انا غنجاوب على السنه ما نرجعش للسنوات. قلتي لي الطاقم التقني اخطر طريقه تقنيه دارت هذه السنه، وكانت من الاسباب ديال نزول فريق شباب العرائش القسم الموالي، وان السي الحسن اللي كنحترموه كان هو المدرب ديال الفريق. تسالى الميركادو الشتوي وبقى السي الحسن، داروا هما انتدابات جراو على 17 لاعب وجابوا 11 في العهد ديال السي الحسن. بدلوا السي الحسن وجابوا السي رضا كمدرب في العوض ديالو، وهذا هنا واحد العملية تقنية خطيرة وقعت، لأن المدرب الجديد اللي غتجيب خصو يكون قبل في المرحلة الشتوية أو انتدابات الشتوية باش كيجيب اللاعبين ديالو وكيقادد ويشوف فين عنده الناقص وفين كذا وكذا وكذا. السي رضا جابوه في المقابلة الثالثة أو الرابعة ربما، وقالوا دخل على الكرجة بهذه الدارجة. وعمر شي مدرب ما يمكن يدخل شي فريق هاوي، هو يعني هو هود الأرض، وتعطيه في المرحلة ديالو عاد يقادد اللاعبين عاد يشوف النقص فين عاد هذا ما عيجبر راسو، حتى هو عيجبر راسو هود مع الفريق وبلا ما يدري. هذا خطأ تقني خطير وقع. وشكون اللي مدبر هذه العملية؟ السي علي الحداد جا عندي أنا شخصيا أمام الإخوان، قال لي وراه درت انتدابات ودابا دابا راه حنا غنصوفي الفرقه وربما نطلعوا. قلت له السي علي طلع ما كاينش، ولكن عاد صوفي ما نعرف انا غنشوف.
بقيت متبع المقابله الاولى المقابله الثانيه الرتبه 14 15 16 شهودنا الارض. اذا الامور مسنوده لواحد الناس اللي ما كيعرفوش في الكره وكنقولها وكيكذبوا على راسهم وكيكذبوا علينا وبالاوهام ديالهم وهمونا وجابوا لنا واحد الانتدابات ما فيها ما يتشاف وهبطوا الفريق وهذه النتائج هما اللي كيتحملوا المسؤوليه وان كانوا عايهربوا من المسؤوليه انا كنقول لهم نتوما كتحملوا المسؤوليه. النقطه الثانيه اللي قلتي لي بيع وشراء ديال المقابلات انا بعد في السرسال ديالي في شي حديث جبت واحد المقابله ديال وداد صفرو مع شباب العرائش اللي كنت قلت لكم كنا ربحنا جوج واحد الدقيقه 80 ولينا خاسرين بستان جوج في دقيقه 90 في ظرف 10 دقائق خمسه الاصابات سجلت علينا. وانا كنقول ماشي على البيع والشراء هنا القمه ديال التلاعبات بالمقابلات وقيس هذه المقابله بواحد مجموعه ديال المقابلات نزيدك عاد المقابله الاخرى هذه اللي تلعبت شنو اليوم البارح تلعبت وهذيك راه كارثيه هذيك مقابله جوج واحد اي متتبع رياضي يقول لك هذه المقابله اللي عطى الله راه باين داخل الملعب ما داخل الملعب وكارثه داك الاصابه الثانيه كيفاش جات وداك الشيء معدل الطانين كيفاش زوزها المهم المتتبع الرياضي راه عارف ان فريق شباب العرائش مبلي بهذه المصيبه الكحله وهي سبب من الاسباب ديال انها هبطاتو لهذه الرتبه. حنا كنذكروا نقطه بنقطه وهي مجموعه الاسباب هذه نقطه في نقطه حنا ماشيين الناس ساهموا في هذه الجريمه الرياضيه واللي عطى الله هو هذا. السؤال باقي كنأكد على المساله ديال فريق شباب العرائش هو فريق ديال الجميع وكلشي مطالب باش يساهم يعني في ايجاد الحلول ديال هاد الوضعيه اللي كيعيشها. يعني واش نتوما كمكتب كتقترحوا شي مثلا شي توصيه في شي مناظره او شي ندوه حول الوضعيه ديال تشخيص وضعيه شباب العرائش من اجل التفكير في المستقبل؟ هذا السؤال معاه باش نسالي في خطره السيد التونسي، هل اخر مشروع لاكاديميه كره القدم من طرف الجامعه الملكيه التي انتقلت الى القصر الكبير بسبب مشاكل رياضيه العرائشيه بسبب المشاكل الرياضيه العرائشيه، واش المشاكل هي اللي خلت ديك المشروع الاكاديمي ديال كره القدم من طرف الجامعه الملكيه ينتقل من العريش للقصر الكبير؟ فهمتي السؤال؟ نعم هي ماشي المشاكل ديال السؤال ديال استاذ سبيطي بعدا نبدا وندوز للسيد سبيطي. هذه ماشي المشاكل ديال اللي كتخبط فيها فريق شباب العرائش، بل كاين ناس في مدينه القصر الكبير كما قلت انهم نيضا بالفريق ديالهم ومشوا بواحد الطريقه ومن على راسهم الحاج السيمو اللي السيد ما كينعاش على البلاد ومشي بجديه وكيدعم الفريق ماديا وحاضر المكتب وحاضر اللاعبين واللاعبين كيتخلصوا وداك الشيء ممتاز. انا كنصفق بحراره القصر الكبير وعيطلعوا الفريق ديالهم القسم الوطني الثاني هوات وكان وعدك بان ربما ما يبقاوش حتى سنه في هذا القسم وعيطلعوا القسم الوطني الاول هوات. بالنسبه للقصر الكبير التحركات ديال الفاعلين الرياضيين والناس ديال القصر كيتحركوا ماشي حيدوها للعريش وعطوها للقصر، لا تحركات وربما يجي مركب رياضي في مدينه القصر الكبير قبل العريش راه مجا مجموعه الامور مجا للقصر ولكن العريش نظرا مجموعه ديال العوامل اللي خصها تصلح وتكون عندها امور حتى العريش عاد تجينا ان شاء الله. بالنسبه للسي ذكرني في السؤال يعني المساله ديال ان كل المكونات ديال الفريق مطالب باجل ايجاد الحلول ديال متفقين. انا قلت لي دابا عاد كمكتب حنا ماشي كمكتب حنا كمناضلين رياضيين لان السي مصطفى رئيس سابق السي مصطفى كذلك الوهابي او مناضل رياضي رئيس جمعيه حنا ناس تجمعنا قلنا اللهم هذا منكر على هذا الشيء اللي وقع في العرايش نديروا واحد الندوه نوروا الراي العام ديال الجمهور ونناضلوا معاهم كما هما كيبكيو وكما هما مقلقين من هذه المصيبه اللي هودت عليهم حتى حنا مقلقين ونديروا يد في يد باش نصنعوا مستقبل اخر وما يبقاوش هاد الناس يدوروا بينا. شكرا. عندك شي اضافه؟